قال لك بتي تيدش تدفنيني سوى القبر عطاره كل يوم زورين هي هاي يلا سوى القبر عطاره كل يوم زوريني يلي مشيت بغفر وياكم اخذوني يلي مشيت بغفر وياكم اخذوني تشوف غالى القلب وكحل عيوني تشوف غالى القلب وكحل عيوني يري صدورته هي صدورته القبر يا هاشم كل يوم دوسيني هما ضل البتين بيدش تدفنيني سوى القبر بالخرار كل يوم مريني هيا ابو حمد حب حبيتي هني اعطيتي لحظة تبيعيني فلا ظنيتي لحظة تنسيني فلا ظنيتش خوانة السلفر قلت لها شوفي قالت لي ما اقدر داري طماعة بتدور اكثر خوانا هاي حسين والعيون هاشم مركان الغالي عايش اعلان الشيخ فارس بس ابو حمودي الشيخ فارس ابو حمودي فارس القطان وسام ابو عبد الله وسام ابو عبد الله مؤمن الاحيالي مؤمن الاحيالي الشيخ فارس الشيخ فارس مدير مكتب النائب ست منى العبيدي الشيخ فارس بس الشيخ فارس ابو وسام عبد الله ابو وسام مؤمن الاحيالي على راس الشيخ فارس الله حيو يلا يلا ها 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 ها
حياتي سلسالي مرهاتي جند غالي يا قاسم من مرخص غلاتي جند غالي جند غالي جند غالي جند غالي تلوسي من مرخص هاي شعلان هل الميان والرو يلا 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 حسين السعد استاذ فارس الشيخ فارس الشيخ فارس الشيخ فارس فارس السلطان فارس السلطان فارس حسين السلطان فارس حسين السلطان بس فارس حسين السلطان من ملازمه الحسين الشيخ فارس حسين السلطان الله حيو يلا 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 يا ابني يا ابو ليل امش تراجوني مشايح يا ابني يا ابو ليل امش تراجوش مشايح خش الغرفه وعزليها خش الغرفه وعزليها طافي حجون ورايا جتنا ناس المشاية يا بني قولي لامك جتنا ناس المشاية قومي عزليها الغرفة خافي حجون ورايا يلا الشيخ استاذ فارس مدير المكتب الشيخ الشيخ يعني الحضور هو وضيوفه هو وربعه الشيخ وربعه الشيخ استاذ فارس الله حيوه شيل الراوس ميع اخوي ميع الراوس والمسد 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 بس قل لي يا حمودي قابل انت ايش فيك حمودي احكي عليك ليش امها ما تنطيك يلا يلا انا على ابو ابيك لا ابو ابو المتشيك زدش طقة بارودة ومن ما اشوف عيونك الدنيا ضمة وسودة يلا هاي شعلان طلب خاص لعين حسين السعد صار ناخذ حق صار ناخذ حق ونعطي حق الهيبة للنات البق يلا على اسمك قطع قطع العيون ملازمة حسين السعد خصنا